كان الأفاضل فاصل أونلاين. انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إدارة إسمع رسالتك للآلاف راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. خدمات الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة وواحدة متقنات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. وسمعنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان. حبيتم مجددا ضيوف الكرام في حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول ميقات امتحانات الشهاده السودانيه في ديسمبر الماضي. في هذه الجزء هنستمع للمشاركه من الاستاذه سمونه اجدر القياديه في لجنه المعلمين السودانيين حول قرار ميقات امتحانات الشهاده السودانيه في ديسمبر الماضي. اهلا ومرحبا بك استاذه سمونه في هذه السبق. سمية عشقر رياضية من لجنة المعلمين السودانيين. ما تشك انه شروط يعني